واحد من الأسباب التي تؤدي إلى أن أرسنال بعيدا عن البطولات، وأرسنال في السنوات العجاب. فرانك ريبيري الخطير بالكرة اللي تحول، صارت خطأ من بدري. الألمان من بدري، توني كروز يسجل الهدف الأول في المباراة لمصلحة بايرن ميونخ. تقدم في الأمام وصلت إلى ريبيري، وبالتالي حولها إلى توني كروز. وتوني كروز بشكل مبكر وقوي للغاية، بايرن ميونخ يثبت قوته وأحقية الحقيقة في أنه يسجل الهدف الأول. لاحظ معاي توني كروز اللاعب الدولي الألماني الذي يسجل هدفه الشخصي الخامس في دوري الأبطال. لاحظ معاي الكرة بهذا الشكل القوي والجميل، توني كروز يتقدم للألمان بالهدف الأول. يعني جماهير أرسنال، يعني الملعب الإمارات، أنت تستطيع ضربات الركنية. هنا المدافع الألماني ميرتي سوكر، لكن ميرتي سوكر ما لعب مع لعب بالكرة الخطيرة. جول عبرت خلاص وانتهت، وأتى الهدف الثاني لمصلحة بايرن ميونخ اللي سجل هدف عند الدقيقة 7 وهدف عند الدقيقة 20. الألماني المتألق توماس مولر يسجل الهدف الثاني لمصلحة بايرن ميونخ. كنت أقول إن بايرن كان في إليانز أرينا. نعم، الآن هذا هو بالضبط الهدف الثاني، الرأسية الأولى من فان بويتن. يتابعها توماس، شوف ولاح معي يوم ما صدها حارس المرمى شيزني، المتابعة مباشرة من توماس مولر، وبالتالي بايرن ميونخ يتقدم بالهدف الثاني. يعني فقط عند الدقيقة ما شافش انها ضربة مرمى، لا هو ولا المساعد الاول ولا الثاني ولا الحكم الخامس ولا السادس. الضربة الركنية للأرسنال عالية فوق، هذا التقليص الفارق، ولأول مرة لا يشارك مدافع من بايرن ميونخ في كرة عرضية من ضربة ركنية. بودولسكي يظهر في الوقت المناسب ويعيد الأمل لأرسن فينجر ويعيد الدماء إلى عروق جماهير الأرسنال، لأنه 2-0 غير 2-1 بالمرة في كل الحسابات على مستوى المباراة نفسها أو على مستوى المباراة القادمة، وهي دي روعة كرة القدم والمباريات. كلهم اعتمدوا على بعض، كلهم اعتقدوا أن كل واحد فيهم هو اللي يلعبها، لتسقط إلى رأس النجم الكبير بودولسكي الذي يسجل في مرمى بلدياته فريق بايرن ميونخ. إذن النتيجة أصبحت ليفربول بخمس بطولات، بايرن ميونخ والآكس بأربع بطولات. إنجازات كبيرة لهذه الفرق الكبيرة، فرق مصنفة فرز أول على مستوى العالم. هذه على طول روبن إلى فيليب لام، يا ولو عملوها والثلاثية سجلوها. بص شوف مانزوكيتش بيعمل ايه، هداف البوندسليغا يسجل اول اهداف في البطولة وثالث اهداف الالمان. هم دول الالمان بقيمتهم بعبقريتهم بشخصيتهم بتاريخهم بعراقتهم، هكذا الالمان يلعبون ولا يستسلمون، يفوزون ولا يشبعون. قال شفاينشتاينجر عندما حضر إلى هذا اللقاء، نحن جائعون، وقال بيدولسكي نحن واثقون. الجائع هو الأكثر رغبة والجوع هو أفضل المقبلات. يا روعة المهارات، والثلاثية تظهر ليخسر الأرسنال لثالث مرة تاريخيا أمام فريق ألماني هو في إنجلترا. بص شوف في البلام بيعمل إيه، بص شوف في البلام توقيته إيه، وروبن البديل مكان ريبري عمل له باص الله عليه ليتقدم في الوقت المناسب بثالث الأهداف 3-1.